السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بحال جيده. مع تحياتي جميع متابعي القناه عائد الى الغربه. اليوم غادي نتكلموا على شنو هما الطرق المضمونه للهجره الى الديار الفرنسيه. هاد الطرق هذه اللي غادي نقول تقريبا هي اللي كاينه، لو شو واحد قال لي شي طريقه واحده اخرى فهي فقط عباره عن كذب وتفليه. يمكن نقدر نقول كاينه شي حاجه من غير هذا الشيء، ولكن صعيبه بزاف وخصها بزاف ديال الاشياء. هادو هما الطرق اللي هي مضمونه اللي غادي نتكلموا عليها، واللي زعما كاين اللي كنشوفها انا شخصيا وبزاف ديال الناس اللي عارفينها، راه ما كاينش من غيرها، يعني ما كاينش. دونك ثم بغيت نقول ربما يكون يعني الناس اللي ديجا كاينه فرنسا ما مسوياش وضعيه حتى هما هاد الطرق. هاد الشيء اللي غادي نقول دابا راه حتى هو غادي ينفعكم، يعني ما كاينش شي حاجه وحده اخرى من غير هاد الشيء اللي غادي نقول. دونك على بركه الله نبداو الفيديو ديالنا. دونك غادي نبدا باول طريقه باش انني نوصل للديار الفرنسيه. طبعا الحال كنهضر على فرنسا، ماشي شغلنا على الشيء الاخر. عندنا هو الزواج، دونك هذه كنا كنعرفوها، يعني كنا كنشوف بزاف ديال الناس وحده ولا واحد ديما مساكن كيقلبوا على شي شريك باش انهم يوصلوا لفرنسا ويبنيو الحياه ديالهم ويبنيو دارهم ويمشوا ويعيشوا مزيان. بالنسبه لي الزواج انا كنقسمه الى قسمين، يعني كنشوف الناس اللي غادي يتزوجوا مثلا باجنبي، اجنبي يعني فرنسي عنده جنسيه فرنسيه، او لا غندخلوا في هاد الفكره هذه، او لا يعني مغربي عنده جنسيه ولا جزائري ولا او او او, أو عنده جنسيه فرنسيه، دونك هذا كيتسمى كونجوان فرونسي. وعندنا ليتاب الثانيه اللي هي الغروبمون فاميليال، يعني التجمع العائلي، دونك التحاق بزوج فرنسي او لا التجمع العائلي. دونك هادو طريق، يعني هادو في الزواج اللي ممكن انني نقدر نوصل، ما كاينش شي حاجه واحده اخرى من غير هاد الجوج. يعني في الزواج شنو هو التجمع العائلي؟ اذا كان راجلك او لا كانت انت مرتك عندها جنسيه يعني مغربيه ولا جزائريه او لا تونسيه، ثم عندها بطاقه ديال الاقامه ديال 10 سنوات او ديال 5 سنين أو أو, او 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 هنا كيتسمى تجمع عائلي، يعني ماشي التحاق بالزوج الفرنسي. دونك هذه هي الطريقه الاولى اللي كنشوفها انايا يعني اكثر فعاليه واكثر يعني اكثر انتشارا عند بزاف ديال الناس اللي كيجيو هنا للديار الفرنسيه، اللي كتهضر معاه تقول لي مثلا انا جيت زواج ما جيتش كذا او كذا او كذا. دونك هادو هما الفكره الاولى، ما بغيت نمشي في لي ديتاي ديالها لان سبق اللي تكلمت عليه، مي بون فقط كنعطيكم شنو هما الطرق اللي هي مضمونه 100%. دونك حنا كنعرفوا كنا الزواج. الطريقه الثانيه شنو هي؟ الطريقه الثانيه هي الدراسه، دونك يعني ايتوديون، كتكون في المغرب، كتكون تبارك الله قاري، يعني شديتي الباك ديالك او لا فاك او لا دوك لا ليسونس او لا دكتوراه جو سي با مو، وكتدفع انك تكمل في الجامعه هنا يعني في اونيفرسيتي هنا في فرنسا، كتدفع الورقه ديالك. تقريبا ما كياخذوش المده بزاف، الا تقبل الدوسي ديالك كيتريتا في 6 mois ماكسيموم، و ابخي كيردو عليك باش انك واش تجي ولا ما غاديش تجي. ملي كتجي ابخي ملي كدير الدراسه ديالك كتقرا ديك 3 سنين ولا عامين، شوف شنو غادي تقرا، موراها كتقدر انك تقاد الورقه ديالك كتاخذ العام موراها. المهم انت غادي، ما بغيتش نهضر على لي ديتاي، ولكن تالي فهي طريقه من الطرق المضمونه باش انني نقدر نقاد الورقه ديالي في فرنسا. قبل ما ندوز للطريقه الثالثه، بغيت ربما يسولني شي واحد يقول لي انا ما عنديش، يعني انا ديجا في فرنسا وما عنديش الوراق، يعني حراق، واش ممكن انني عندي الباك ولا عندي نقدر المهم عندي الدوك او 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 او, أو باغي نكمل قرايتي في فرنسا؟ اييه، عندك الحق انك تكمل فرنسا، انت عندك الحق تكمل فرنسا وتقاد ورقاتك غير بقرايتك. كيفاش وكيفاش غنديروا لهاد الحريره ديال القرايه وانا حراك فرنسا؟ هادي خصها فيديو بوحدو، وكنوعدكم نتوما هاد الناس هادو غندير لهم فيديو ديالهم خاص كيفاش نكمل الدراسه ديالي في فرنسا وانا حراك في الديار الفرنسيه. دونك النقطه الثالثه، دونك كيفاش نقدر انني كنشوف انا الطريقه اللي هي فعاله هي مضمونه، هي اذا قدر الله ودبرتي العقد ديال العمل. عقد العمل سي دي اي، ما كنقولش يعني سي دي اي يعني دائم، ماشي كونترا ديال مثلا كونترا عاديه يعني ديال 3 سنين او ديال عامين او 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 لاحقاش ملي كتسالى هذيك العامين ولا 3 سنين. المهم كونترا موسميه ملي كتسالى ليا خصني نرجع للبلاد، او لا بقيت كنبقى حراك. دونك الطريقه اللي كنشوف يعني المضمونه باش نوصل لفرنسا ونكمل حياتي يعني ديما هي كونترا سي دي اي، وكتاخذ يعني كتجي فرنسا كما قلت لكم، باش نتكلم على لي ديتاي، ولكن هذه سهله، عندك تقريبا عام لمده 5 سنين ومره كتاخذ 10 سنين، دونك هذه سهله شي شويه يعني واخا شرحتها هانيه. ثم عندي الطريقه، دونك قلنا واحد جوج قلنا ثلاثه، دونك دابا حنا في الطريقه
الرابعة، الطريقة الرابعة هي واحد لو تيب دو سيجور سبق لي تكلمت عليه، ما كانش بشحال هذه عادي ولا باش انني نقدر نجي لفرنسا ولا حتى لك انت في فرنسا اني حارك. كيتسمى لو تيب دو سيجور ديال كرياتور اونتربرونور، يعني باغي توقف الشركة ديالك مثلا في فرنسا، انا عندي الفلوس بغيت نستثمر في فرنسا. هادو بالنسبة للناس اللي عندهم الفلوس، هادو الناس اللي عندهم الفلوس ما غاديش يشوفوا هذا الفيديو هذا اصلا، لانه ما غاديش يصدع راسو باش يجي يدخل يتفرج فينا حنا في يوتيوب. الوغ لو كان عندي واحد القدر مالي مثلا ديال المواخاة اللي كنشرحو، ربما الناس يفهموا هضرتي، ولكن نقول لكم هذا رأس المال كيفوت 30 مليون، يعني كيفوت شحال يجي تجي واقع شي 30 وي سي سا، دونك سي 30 ميل اورو، دونك كنكون فايتها باش انني نقدر انني ندير مشروع ديالي في فرنسا. يعني هذا هو المينيموم كي تطلب في الفيزا ديالك، ملي كدير كرياتور اونتربرونور كتقول مثلا كتقول بغيت ندير حلاق مثلا كوافور، كيطلبوا لك لو كابيتال ديالك يعني راس المال يكون فيه 30 ميل اورو، يعني 30 مليون. ثم شنو الخامسه شنو هي باش نجي لفرنسا، هي اذا كان عندي مرض، يعني مرض ما نقدرش انني نداوى فيه في المغرب مثلا او الجزائر او دوله ما، او لكن تحرك عاوتاني هنايا وعندي شي مرض، راه ممكن انني نطلع الورقه ديالي بتيب دو سيجور مالادي، يعني مرض. دونك حتى الطريقه هذه ممكن انها طلعني اذا كنت مريض، وهذاك المرض ديالي ما يمكنلوش يداوى ليا. احيانا تطرحوا لي اسئله، قالوا لي خويا حنا عندنا السكر واش ممكن اننا نجيو ندفعوا هذه الفيزا هذه؟ لا كونسير للاسف، لا سيدا، لا كاين دي مرض اللي كيداو في المغرب مالوغوزمون. بون خصني نقول مالوغوزمون، ما عرفتش واش نقول مالوغوزمون، نقول اوغوزمون، فهمتي؟ كيداو ايه، ولكن المهم كتحيد الفوق ما غاديش يدير او الدماغ. شوف راكم نتوما فاهميني، ما بغيتش نقول شي حاجه اللي يعني نقدر ممكن نتعاقب عليها، ما كنعرفش شكون اللي كيتفرج فيا، ما كنعرفش. دونك سي بوغ سا، شوف راكم فهمتوني، ندوزو هذا السوجي هذا. الطريقه الاخيره اللي كنشوف باش انني نقدر انني نقاد وريقاتي او لا باردون، باش نقدر نجي هنا لفرنسا، اللي هي اللجوء. انا نقدر ندفع اللجوء وانا واخا متواجد بالمغرب او الجزائر او دوله ما اخرى، كنمشي للقنصليه كندفع اللجوء. اللجوء اليوم بالنسبه للدول المغاربيه، يعني المغرب وتونس والجزائر، صدق شويه مزير، ولكن فهذا ما كيعنيش ان اللجوء ما كاينش، لا كاين، انا نقدر ناخذ اللجوء، غير انني خصني ناكد انني عندي مشكل. كما كتعرفوا اللجوء فهو ينقسم الى قسمين، كما قبل قلنا في الزواج قسمناه الى قسمين، حتى دابا اللجوء كينقسم الى قسمين، كاين لجوء انساني وكاين لجوء سياسي. اللجوء الانساني هو اللي كانت الدوله ديالنا فيها حرب او مشاكل، المهم حرب، مجاعه، مشاكل، جو سي با موا، يمكن عندك مشكل في انت ماشي ديانا في شكل مثلا، تجي تقول لنا ان اللجوء الانساني مثلا، ربما يسولني شي واحد يقول لنا ما كان زعما ماشي لست بالمسلم وعايش في المغرب او حتى الجزائر مثلا، الجزائر نفس الشيء، يقول لي انا جزائري يعني ما عنديش انا ماشي مسلم وعايش في الجزائر، واش ممكن ندير اللجوء؟ لا لا، لان حتى الجزائري ولا فيها بزاف ديال الناس اللي ما مسلمينش وعايشين فيها اليهود، عايشين فيها مسيحيين، يمكن القلال ولكن كاينين واحد الفئه قليله كاينه ديال المسيحيين او كذلك المغرب، خلاص المغرب تبارك الله حنايا متعايشين مع عباد الله، يعني موجودين، ما يمكنليش نمشي ندفع يعني اللجوء ونقول لهم هذا الشيء. ربما يقولوا لي انا عندي اليوم لحقات بزاف ديال الناس دفعوا بالمثليه وتقبلات اليوم، دونك المثليه راكم عارفين شنو هي، القزاحيين، دونك بزاف ديال الناس اللي دفعوا بهاد المثليين وتقبل لهم اللجوء. اليوم اللجوء ما بقاش كيتقبل بالنسبه للناس اللي عندهم المثليين، لانه عرفوا ان في البلاد مثلا كاين بزاف ديال المثليين، وللاسف ولاو كيتقبلوا، ماشي بلاو كيتقبلوا، ولكن ولاو دايرين مكانه ديالهم في وسط الدول ديالنا العربيه بصفه عامه. يعني باش نقول عندي لجوء
يعني بغيت ندير لجوء انساني. فانا شخصيا كنقول بالنسبه للمغرب كنحيدو تقريبا، ولا الجزائر ولا تونس كنحيدو. كيبقى لنا اللجوء السياسي. اللجوء السياسي هو خصو يكون عندي مشاكل. واش من مشاكل؟ مثلا في الجزائر، كما كتعرفوا في الجزائر كاينه واحد الفئه ديال القبائل اللي هاد الناس القبائليين يقدروا مثلا يدفعوا للجوء السياسي لانهم عندهم مشاكل. مثلا كيقول لك انا كنعترف بالدوله القبائليه، وفي الاخر هما زعما ما كان هما كي معرض حياتي الخطر. نحن كذلك في المغرب عندنا انفصاليين في الصحراء الغربيه، كيطالبوا مثلا انت هما كيقول لك حقا ما حقا، حنا عندنا دوله اخرى. حتى هذوك الناس يقدروا انهم يدفعوا للجوء السياسي وغادي ياخذوا اللجوء السياسي، او لا في المنطقه ديال الريف او 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 المهم هادو يقدروا ياخذوا. بالنسبه للجوء السياسي كاين امل، بلاصه واحده اخرى شي حاجه واحده اخرى ما كايناش. دونك هادو هما الطرق اللي انا كنشوفهم اللي هي طرق مضمونه انني الا كانت عندي زعما كاينه الصح سيرتو في اللجوء، اما شي الاخر مضمون. شي الاخر لو عندي زواج او لا عندي دراسه او لا عندي عقد عمل او لا عندي استثمار او لا مرض، راه هادشي مضمون ما فيش هضره. ابار لوجو، انا لوجو غير بنتكلم عليه، مي هاد الطرق اللي قد دابا راه هما اللي كاينين. دي فوا كنعرف ان كاين طرق واحده اخرى اللي لو كان عندي شي جدي، ولو مثلا شي جدي جزائري نقدر نتب، يعني بالنسبه يعني الجيريان توما عندهم واحد القضيه في القانون، اللي كان شي جدك وشي واحد يعني عنده الجنسيه ممكن انك تبعو وتاخذ ورقات كذا كذا. كذلك الناس اللي عاوتاني في المغرب مثلا الا كان عندك شي واحد من العائله ديالك بغى انه يجيبك، المهم يجيبك عندو لفرنسا حتى هي ممكن، ولكن هذه خصها بزاف ديال الخدمه والعائله ما غاديش يوقفوا معاك. وزيد 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 طرق كيبقى فيها بزاف ديال الطرق طويله وما فيها ما نتكلم عليها، وكنحاول ايفيت نتكلم عليها لانها طرق ما غاديش تطلع. غير كنكذب على راسي وعلى عليكم نتوما، وانتوما واللي مدخل هاد الفكره على راسو انه بدا انت غادي يجيبني ولا بدا بين امي غادي يجيبني، فخي كيخربق لانه ما عمره غادي يجيبو، ما عمره ما يضرب تماره على قبل واحد اللي ما غاديش يضرب تماره وفيها بزاف ديال الحمار. هادو هما الطرق الوحيده اللي ممكن انني نجي بها فرنسا، ما كاينش طريقه واحده اخرى. هادو هما الطرق او لا نسوي بها الوضعيه اذا كنت متواجد في فرنسا. شي حاجه واحده اخرى ما كايناش، ما كنشوفش انا كاين شي حاجه واحده اخرى. ربما نتوما كتشوفوا شي حاجه واحده اخرى وقولوا هذه عالم زوق فيكم نستافد منها، ويستافدوا منها حتى الناس اللي متبع القناة. اذا غنقفل الفيديو هنايا ونقول لكم اي موضوع بغيتو نتكلم عليه، ما كانش لو بروبليم ما كنلقاش التعاليق ديالكم. كنقول لكم عطوني شنو المواضيع، ما كتعطونيش التعاليق باردون، ما كتعطونيش المواضيع، ماشي مشكل. المهم عندك شي موضوع بغيتي نتكلم عليه ماشي مشكل، خليه ليا في التعليق. دونك ميعادنا الفيديو القادم، دمتم في رعاية الله.